افتتحت محافظة الدقهلية معارض أهلا رمضان والتي يصل عددها إلى 21 معرضا على مستوى المحافظة، وتصل التخفيضات بتلك المعارض إلى 30% على مختلف السلع مثل الأرز والسكر والزيت والدواجن ويانيش رمضان. وتتنوع منافذ البيع والمعارض ما بين ثابت ومتحرك خلال الشهر الكريم. الأسعار هنا الحمد لله في متناول الجميع، مخفضة زي يعني عشان أوضح لحضراتكم، تم إقامة المعرض بدون تكلفة على العارضين. العارض هنا متواجد في المعرض بدون أي رسوم أو أي إيجار شهري أو أي مبالغ مالية عموما، نظير إن هو يخفض الأسعار للسادة المواطنين عشان نقدر نتيح السلعة إن هي تكون متوفرة للناس بأسعار مخفضة. في خصم هنا 25% على الأسعار بره، السكر متوفر، الزيت متوفر، جميع المنتجات متوفرة هنا في المعرض، كله بأسعار متخفضة. أنا بنصح الناس كلها إن هي تيجي المعرض، إن هي تتعامل هنا كل الأسعار موجودة، كل حاجة بأسعار مخفضة 25% عن بره المعرض. عندي 56 معرض في المحافظة، 4 رئيسيين في مدينة المنصورة. إجمالي التخفيضات في المعرض عندي بتبدأ من 15 حتى 35%. على جميع السلع الاستراتيجيه اللي اوصى بها مع دوله رئيس مجلس الوزراء. عندي على سبيل المثال مثلا الزيت ال 700 كان ب 55 و 60 جنيه، اليوم ببيعه ب 40 و 41 جنيه في المعرض. الاسعار هنا ما شاء الله بقت حلوه، وكل يوم هنا فعلا بينزلوا 2 طن سكر على 27 جنيه، والاسعار الزيت نزلوها، وهنا الدقيق عندنا بنجي من القاهره ب 25 جنيه بتخفيضات حوالي توصل ل 25%. في أسواق البترول العالمية أنهت أسعار النفط التعاملات منخفضة 1%، وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام، رغم تمديد مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتسجل 82 دولارا و8 سنتات للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% لتبلغ 78 دولارا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.2% لتصل إلى $2.62 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.72% لتسجل $1.08 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الأردن عند بي بلس بي مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة تزايد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة.